على المناضلين في الحزب الحديث عن العهدة الخامسة، وأكد العهدة الخامسة سيحين وقتها للحديث عنها. من عين في هذا النقل المباشر مع وزيرة التربية الوطنية نوريا. كما أتوجه لجميع أعضاء الأسرة التربوية بولاية تيزي وزو بأسمى عبارات تحية والتقدير. إذا كنت أحرص على إجراء زيارات دورية لمختلف الولايات فذلك لأنني أدرك أهمية العمل الميداني، أدرك أهمية الإصغاء للفاعلين بالقطاع الذين لديهم معرفة دقيقة بالميدان. هذا التسيير الجوار يسمح لنا بتكوين صورة واضحة عن أداء المنظومة التربوية ميدانيا، لأنه من المهم وضع الأمور في سياقها. كما تعلمون لم تتوقف دولة يوما عن إعطاء عناية خاصة لقطاع التربية الوطنية بمنحه موارد هامة، وحتى في الظرف الحالي يؤكد فخامة الرئيس الجمهورية في كل مرة على المكانة الاستراتيجية للتربية بمنح مناصب مالية ومواصلة التوظيف في القطاع مع الرفع التجميد على كل المشاريع التربوية. وإننا مطالبون اليوم أكثر أي وقت مضى بالتقديم المقابل toute la problématique de durabilité، تقديم مقابل نظير هذا الدعم والاستثمار الكبير للدولة. ويجب أن يتجسد هذا من خلال التزام والتجنيد كل أفراد الجماعة التربوية، خاصة أنتم رؤساء المؤسسات المدرسية والمفتشون. بالنسبة لرؤساء المؤسسات التربوية أو المدرسية، المطلوب هو العمل على توفير جو ملائم للتعلمات، أي جعل المؤسسة فضاء حيوي في إطار مشروع المؤسسة، مما يتطلب تحلي بالإبداع والمبادرة والكثير من الالتزام. أريد من المديرين أن يقيموا جسور للحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين الذين بإمكانهم المساهمة بشكل فعلي في حملات التحسيس والتحسين ظروف تمدرس للتلاميذ. إن مثل هذا الحوار من شأنه أن يخلق جو من الهدوء في المؤسسة، ونحن نعلم أنها الخلية القاعدية للمنظومة التربوية. فإذا استقر كل القطاع، من الضروري أن تكون لديكم ثقافة حسن التسيير، وهي كفاءة تضم الخبرة والقيادة والتواصل، ليكون أداؤكم في المستوى يجب تكريس ما أسميه الذكاء الجامعي de mettre en œuvre l'intelligence collective داخل المؤسسة. من المهم تكييف أنماط التسيير في إطار أولا احترام القوانين. لاحترام القوانين يحميكم ويحمي كل الأفراد الجماعة التربوية. ثانيا المساهمة الفعالة في مسعى العصرنة الذي يضمن الشفافية والسرعة والمتابعة. ثالثا الإصغاء للانشغالات وتشور لبناء الجماعة التربوية للمؤسسة
والتي لا يمكن تجسيدها إلا بالتزام الحياد. Faire preuve de neutralité pour un chef d'établissement est essentiel pour contribuer à la construction de la communauté éducative. La communauté éducative n'est pas une donnée, mais c'est un construit. وبالنسبة للمفتشين المطلوب في هذه المرحلة من تمدرس التلاميذ هو متابعة تقديم الدروس وكل ما يترتب على ذلك من تعديل والدعم للتلاميذ. وإننا ندعوكم للتحسيس المترشحين للامتحانات الوطنية بفائدة الإطلاع على الموارد البيداغوجية التي تتضمنها الأرضية البيداغوجية الرقمية للديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد. كما تعلمون لقد جعلنا من البيداغوجية أولوية لهذا الموسم الدراسي 2017-2018، لذلك فنحن ننتظر منكم الكثير في الوقت الذي فتحنا فيه العديد من الملفات: المعالجة البيداغوجية، عملية التكوين، نظام التقييم البيداغوجي وإلى آخره. لدينا قناعة بأن المفتشين بإمكانهم المساهمة بشكل نوعي في رفع أداء المنظومة التربوية والتحسين نتائج المتعلم. لذلك فنحن ننتظر منكم أن تقوموا في إطار مجالس هيئة التفتيش بتقييم تشخيصي لمؤشرات الولائية، لأن التقييم هو المعرفة. نحن نعلم أن مهمتكم معقدة وصعبة، لذلك فنحن نعول الكثير على التكوين لفائدة كل موظف القطاع بما فيهم أنتم المديرون والمفتشون، وذلك حتى ترافقكم في مهامكم ونساعدكم على تحسين مردودكم في ظل التحولات المستمرة التي تشهدها. رغم المجهودات التي تبذلها الدولة لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال والسماح لهم بفضل عملهم ومبدأ الاستحقاق الوصول إلى أفضل المراتب، نجد أنفسنا أمام معادلة صعبة. لدينا من الجهة الوسائل التي توفرها الدولة ووسائل بشرية مالية ومادية في تحسن مستمر إلى جانب عملية الدعم التمدرس. ومن جهة أخرى لدينا الاضطرابات المستمرة والدورية التي تنعكس على تمدرس التلاميذ. ألا تعتقدون أن توقف شبه دوري كازي ريغولي لتمدرس التلاميذ مهما كانت مشروعية أو عدم مشروعية الأسباب يجعلنا خارج المقاييس العالمية فيما يخص عدد أسابيع الدراسة، ويحرم المتعلمين من الكفاءات الضرورية لمتابعة المسار الدراسي؟ إن هذا الأمر يجعل التلاميذ في وضعيات غير متساوية، ويخل بمبدأ الإنصاف الذي يعتبر من الأسس التي يقوم عليها النظام التربوي الجزائري، حيث
يلجأ تلاميذ من العائلات الغانية إلى الدروس الخصوصية التي ترتفع أسعارها في فترات الاضطرابات، بينما يتراكم لدى التلاميذ الآخرين من الأسر محدودة الدخل تأخر في الدروس. أمام هذه الأوضاع، ألم يحين الوقت لصيحة ضمير وللتجنيد الإيجابي à la prise de conscience et à la mobilisation positive لنعمل مع بعض على ضمان استمرارية التدريس؟ دون ذلك يكون من غير لائق أن نطلب من التلميذ تحقيق نتائج حسنة ونطالب بترتيب أحسن للمدرسة الجزائرية في تصنيفات دولية. فمن بين العوامل التي أدت إلى عدم تحكم المتعلمين في بعض الكفاءات وعرقلت بعض الشيء، تنفيذ برامج التكوين نجد عدم الاستقرار في تقديم الدروس. فعندما تواجهون إضرابات تعرقل استمرارية التعليم، تصبح الأولوية ضمان تمدرس قبل كل شيء. لقد كان يحمل الإصلاح الذي أقره فخامة الرئيس الجمهورية الكثير من الأمل بالنسبة لتربية أطفالنا، فقد تضمن كل الجوانب التي تضمن تحسين مردود وأداء المنظومة التربوية. ولكن عندما تكون المدرسة تواجه اضطرابات دورية، هل يمكن تجسيد مثل هذا البرنامج طموح مع كل ما يقترحه من أجهزة مرافقة لضمان تكوين جيد للأساتذة وتحكم أفضل في التعلمات الأساسية لدى التلميذ؟ بالنسبة لولاية تيزي وزو، أعلم جيداً كم كانت الوضعية التي عشتموها بعض الأسابيع من قبل صادمة لكل المجتمع. Oui, ça a été une situation traumatisante et pour vous et pour nous. أنا متأكدة أن لا تلاميذ وأوليائهم ولا أساتذة ولا رؤساء المؤسسات التعليمية والمفتشون يريدون أن يعيشوا الوضع مجددا حيث يكون تلميذ ضحية الأساسية. والآن يرفع على مسامعنا أذان المباشر إلى ندوة صحفية التي تعقدها وزيرة التربية الوطنية السيدة نوريا بن غبريط من ولاية تيزي وزو. a été repris dans le communiqué qu'ont signé un certain nombre de syndicats ayant signé la charte d'éthique du secteur de l'éducation. كما نسعى إلى حل المشاكل الاجتماعية المهنية العالقة على المستوى المحلي مع العمل على تحسين أداء المدرسة الجزائرية بالاقتراح بدائل بيداغوجية وتعليمية مبتكرة، كما فعلنا يوم الثلاثاء الماضي بتنظيمنا ندوة وطنية حول فهم المكتوب، وكما سنفعل غدا واليوم بإطلاقنا جائزة أقلام بلادي أراز 2018 تحت الشعار المتعة في المطالعة والرغبة في الكتابة، بمشاركة وزارة الثقافة المجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية. إن هدفنا هو جعل نشاطات لا صفية تخدم نشاطات صفية،
خاصة تعلمات الأساسية بالتشجيع تلميذ على القراءة والتواصل من خلال المسرح، المشاركة في عمليات توأمة dans des opérations de jumelage. إن المسابقة الوطنية للقراءة والكتابة الإبداعية أقلام بلادي التي يشارك فيها تلاميذ المؤسسات التي سبق لها المشاركة في مشروع القراءة الممتعة والمسرح، إلى جانب 300 مدرسة ومتوسطة والثانوية منتسبة لليونسكو، تهدف أساساً إلى أولاً تشجيع التلاميذ على قراءة مؤلفات من تراثنا الأدبي الوطني بكل اللغات. ثانياً اكتشاف المواهب. ثالثاً تنمية القدرات الكتابية الإبداعية لدى التلاميذ. رابعاً الاستغلال الأقصى للرصيد الأدبي الجزائري. وخامساً ترسيخ الخيال الأدبي، renforcer l'imaginaire الأدبي الجزائري لدى الأطفال منذ سنوات الأولى في المدرسة. وسيكرم الفائزون العشرة الأوائل عن كل المادة في اليوم المفتوح لقطاع التربية المقرر تنظيمه على هامش صالون الدولي للكتاب سيلا 2018. وبذلك تلاحظون أننا نبذل مجهودات معتبرة لنجعل مدرستنا مدرسة ناجعة. يجب أن نتجند جميعا لنجعل من هذا طموح حقيقة. إن أبناءنا يستحق ذلك، إن الجزائر تستحق ذلك، إن المدرسة تحتاج اليوم إلى الحماية حتى تزدهر شخصية تلامذنا نخب المستقبل. L'école a besoin aujourd'hui de vous. L'école a besoin d'être protégée pour faire en sorte que nos élèves, futurs citoyens de demain, soient des élèves la personnalité épanouie. Et je vous remercie. Shukran. Alors, on fait le débat maintenant. On passe. Et dans